هناك تشريع جديد تحت قبة البرلمان بإنشاء صندوق لمواجهة الأمراض الوراثية ودعم أصحابها. في لجنة علمية متخصصة هتقترح قائمة بلا هذه الأمراض الوراثية والنادرة علشان يتم تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها. هذا المشروع بيأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدراسة سبل تمويل العلاج لأصحاب الأمراض الوراثية والنادرة دون تحمل لموازنة الدولة أي أعباء مالية أخرى. إزاي ده هيتم؟ من خلال إنشاء صندوق للطوارئ الطبية هدفه دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة لأصحاب الأمراض الوراثية والكفالة باستدامة هذه الحالات يعني في العلاج، وكمان ده يستمر حتى في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة. خلينا نتكلم مع حضراتكم عن تفاصيل هذا القانون وملامح هذا القانون مع دكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب. مساء الخير على حضرتك سيادة النائبة، ولو تطلعينا على ملامح هذا القانون وماذا يقدم لأصحاب الأمراض الوراثية؟ القانون أصلا صدر سنة 2021 اللي هو رقم 139 بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية. وده كان طبعا الهدف الأساسي فيه هي جائحة كورونا. صحيح. اللي أثرت اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا على البلد. الصندوق ده له شخصية اعتبارية مستقل ماليا وإداريا ويتبع مجلس الوزراء. والصندوق ده الأرصدة بتاعته اتخذت من وزارة الصحة، خدوا صندوق صحة الأسرة بديوان عام الوزارة مع صندوق دعم الدواء مع صندوق مشروع قضاء على قوائم الانتظار. كده يبقى فيه مصادر للتمويل وعشان يبقى فيه كمان استمرارية. فاللي حصل ان بعد فترة احنا دلوقتي في منظمة الصحة العالمية في دعوة لتنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية، والحقيقة ان سيادة الرئيس أطلق هو كمان مبادرة صحية لعلاج والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية. فكان لازم الصندوق اللي احنا عاملينه مواجهة الطوارئ يضاف إليه مواجهة الأزمات والأوبئة، والصندوق كان طوارئ وأزمات وأوبئة، ضفنا إليه الأمراض الوراثية والأمراض النادرة. وحضرتك مشكورة قلت إن هتبقى في لجنة، ده في اللائحة التنفيذية بتاعته لجنة مشكلة، لأن الأمراض الوراثية كل ما بنتقدم بنكتشف أمراض ما كناش نعرفها زمان. صحيح. بالنسبة للأمراض النادرة برضو حاجات كثيرة بتكتشف، والحقيقة الأمراض دي علاجاتها مكلفة جدا. فعشان نضمن إن المرضى تتعالج بدون تحميل المواطن المصري أي مبالغ للعلاج ده، مع كمان ما حملش موازنة الدولة زي ما حضرتك قلتي، إن الصندوق يبقى موجود ويبقى فيه استدامة لتمويل علاج الأمراض الوراثية اللي جزء كبير منها بيرجع لزواج الأقارب، وده اللي هنكتشف جزء منه في شهادات الزواج اللي بتتم قبل الزواج للراجل والسيدة، علشان نبقى قايلين لهم ولهم حق الاختيار، لأن طبيعي الأمراض الوراثية ما بتختفيش، هي بتتعالج وتتحجم لكن لا تنتهي. لكن أسبابها يا دكتور زي ما حضرتك بتتحدثي يمكن معروفة، ومسألة تشديد الإجراءات على الفحوصات قبل الزواج وإنه الناس تبقى عارفة. يعني مرض زي الأنيميا المنجلية أو اللي هي الثلاسيميا ده بنكتشفه في اللي هو الفحص اللي قبل الزواج. الار اتش واختلافه بين الاثنين، عدد كبير من التحاليل بتتعمل، كل ده مهم جدا انه يتعمل، لان ده هيساعد على ان احنا يعني ضروري نمنع الزواج، بس على الاقل هنبلغهم ولهم ان يختاروا. صحيح. ان زواجهم هيؤدي الى وجود اطفال عندها امراض وراثيه. انا فالحقيقه فكره ان احنا بدل ما نعمل صناديق جديده ويبقى في تمويلات وكده، كان الحكومه بعتت ان احنا نضيف للصندوق السابق اللي هو صندوق مواجهه الطوارئ الطبيه الأمراض المزمنة والأمراض النادرة والأمراض الوراثية. فعلا تم إضافتها، والنهاردة القانون خلص وانتهى على خير والحمد لله. وأعتقد أن ده من القوانين اللي كانت مهمة قوي بعد الكورونا، أن يبقى في استمرارية واستدامة علشان بقية الأمراض النادرة والأمراض الوراثية. وده بيفعل من إمتى يا دكتور؟ أول ما سيادة الرئيس
يصدر القانون الرئيس اللي بيصدره خلاص بيتفعل من تاني يوم بيتنشر في الصحيفة الرسمية ويتفعل على طول. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.